يا صباح النصر والتأهل لسيمي فاينل دوري أبطال إفريقيا. يعني خلوني أنا هواندو يا كريم قبل ما أبدأ كلام عن أخبار الفرق الرياضية أقول لكم إنه في حالة من السعادة والطاقة الإيجابية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني جميع الأعضاء عندهم حالة من الفخر بعد تخطي عقبة سان داونز وتأهل الفريق لنصف النهائي طبعا للمرة 17 وتحقيق رقم قياسي جديد. يعني إحنا خلاص على بعد خطوات بسيطة جدا من تحقيق حلم التتويج بالنجمة العشرة. بنتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا. خلونا دلوقتي بقى نبدأ أخبار الفرق الرياضية والألعاب الأخرى واستكمالا الحديث عن لعبة كرة القدم. ناشئين كرة القدم 2003 قدروا يحققوا فوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الـ16 من المرحلة النهائية من بطولة الجمهورية. الحقيقة افتتح التسجيل للنادي الأهلي اللاعب ميدو أسامة، لكن نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق التعادل قبل انتهاء الشوط الأول. بعد كده سجل اللاعب ميدو نبيل هدف الفوز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، وبكده يكون أضاف النادي الأهلي 3 نقاط جداد، وإن شاء الله هو أيضا على بعد خطوات قليلة من التتويج ببطولة الجمهورية. خلونا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة بيتأهلوا لنصف نهائي بطولة كاس مصر، ده طبعا بعد ما قدروا يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 3-0. المباراة كانت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء يوم الجمعة الماضي. الحقيقة انه كان في سيطرة من سيدات الذهب طوال المباراة، يعني قدروا يحسموا الشوط الأول بنتيجة 25-14، الشوط الثاني بنتيجة 25-13، والشوط الثالث بنتيجة 25-8. وبكده الحقيقة يكونوا بيتأهلوا سيدات كرة الطايرة لنصف النهائي مباشرة، الحقيقة بعد انسحاب فريق 6 أكتوبر وفريق أصحاب الجياد من دور الـ16. بنتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا ان هدف سيدات الذهب هو التتويج بثنائية هذا الموسم بعد طبعا التتويج ببطولة الدوري. أيضا رجال كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0. المباراة أقيمت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل. كان في أيضا سيطرة من رجال الماسترز طوال المباراة، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-20، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-15. وخليني أقول لكل المشاهدين أن الفترة دي فترة مهمة جدا في مسيرة حسم لقب الدوري لرجال كرة الطايرة. يعني خلاص متبقي مباراتين، المباراة القادمة هتكون أمام الجيش على صالة الجيش يوم الأربعاء القادم، والمباراة الحقيقة الأخيرة واللي هتحسم لقب الدوري هتكون يوم الأربعاء اللي بعده أمام الزمالك. لسه لم يتم تحديد ملعب المباراة، لكن في الأغلب ستقام على ملعب المقاولون. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا رجال الماسترز قدها، وإن شاء الله هيحسموا بطولة الدوري. خلونا نروح للعبة كرة السلة. رجال كرة السلة مستمرين في فترة الإعداد طبعا بعد توقف بطولة دوري السوبر بسبب البطولة الإفريقية. يعني بكرة هيكون عندهم مباراة ودية، ودي المباراة الثانية أمام الجزيرة، كل ده طبعا عشان يحافظوا على مستواهم البدني والفني في فترة التوقف. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان معانا خبر عن بنات كرة اليد 2006 قدروا يحققوا فوز على فريق الأولمبي بنتيجة 36-32. يعني المباراة كان فيها الحقيقة ندية كبيرة جدا من قبل الفريقين، يمكن بنات كرة اليد ما قدروش يحسموا المباراة بسكور كبير، لكن نقدر نقول ان روح الفانيلا الحمراء كان ليها دور كبير جدا في حسم المباراة، وقدروا يفوزوا وبكده يكونوا فازوا مباراة اخرى من بطولة الجمهورية. دي كانت اخبار الفرق الرياضية. خلونا نروح الأخبار الاجتماعية. ومجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة بذل جهود كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة الصحة لتسهيل عملية تلقي لقاح فيروس كورونا لجميع أعضاء النادي الأهلي. يعني كل الأعضاء ياريت يتجهوا لمكتب الخدمات بالنادي يسجلوا اسمهم والكود الخاص بيهم، والنادي هيعمل طبعا كشوفات بأسماء الأعضاء وهيتصل بوزارة الصحة، ووزارة الصحة هتقوم بالاتصال بالأعضاء لتبلغهم طبعا بمكان وميعاد تلقي اللقاح. طبعا دي خدمة جيدة جدا لكل أعضاء النادي الأهلي. كمان لكل الأعضاء اللي حابين يتجهوا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، حابة أقول لكم إن في حالة من النشاط، الأعضاء بالفعل بدأوا التوافد على مقر النادي. درجة الحرارة دلوقتي 25، وكمان حابة أقول إن في سيولة مرورية جيدة لكل الطرق المؤدية للنادي، فتقدروا تيجوا النادي وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية وكمان الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو.